تحية نظرة سريعة على موبكو. ماذا نتوقع لموبكو؟ أنا شايف موبكو وصل لمناطق ممتازة جدا بيعية، وأعتقد إن الزخم بدأ يقل بقوة، وأعتقد دي منطقة ممكن نجني فيها الأرباح. لو أنت عايز تنتظر لتأكيد الهبوط ممكن تنتظر تكسر مستويات ال 236 جنيه، لكن أنا شايف المستويات دي مستويات جيدة للخروج. حتى لو رحنا على المجدي فباين ضعف الزخم الشرائي، حتى الـ RSI ضعف الزخم الشرائي، فأعتقد دي منطقة خروج وجني أرباح. وخصوصا أنا أتوقع إن الأسعار هترجع تاني تعيد اختبار مستويات اللي عندي 222 جنيه قبل معاودة الصعود مرة أخرى. ليه أنا متوقع ليه؟ لأن ده الموجة دي الزخم بتاعها ضعيف جدا مقارنة بالموجة السابقة. أنا شايف إن الموجة دي موجة ضعيفة جدا وصعودها ضعيف جدا، وأعتقد دي يعني ما مش بتدينا اشاره صعود. يعني انا شايف ان هو هيحصل هبوط من المستويات الحاليه. وبالتوفيق.